هي لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة الأولى، ربما فرصة سانحة لتسجيل الهدف الأول. من هناك مطبور وضربة رأسية غزال، والهدف الأول للمنتخب الجزائري. هذا يبدأ يتمكن من تسجيل الهدف الأول لاعب غرناطة الإسباني. هي بداية مبكرة فعلا. اليوم ربما تكون المصالحة مع الجماهير الجزائرية. هؤلاء الأوفياء جاءوا ليقولوا لكم أنتم لابد أن تكونوا بأبهى حلة كما تعودنا عليكم. أنتم تحملون تاريخ الكرة الجزائرية بين أعناقكم، عليكم أن تكونوا في الموعد. وإن كانت بطاقة التأهل قد تبخرت الأحلام معها وذهبت هناك إلى مراكش، حيث يخوض المنتخب المغربي لقاءه أمام تنزانيا. المغرب أقرب، ولكن الجزائر أمام معجزة تنتظر خسارة المنتخب المغربي هناك في مراكش لا قدر الله، ولا أو تفوز هي بثمانية أهداف مقابل لا شيء. سيمزيان بداية موفقة جدا للخضر، وهدف أكثر من مبكر، يعني لم تمضي أكثر من 60 ثانية على بداية اللقاء. رأسية أكثر من جميلة لإبداع فؤاد قادير لاعب فالنسيان الفرنسي، يتمكن من استغلال عرضية كريم مطبور ويودع الكرة الشباك معلنا عن تفوق المنتخب الجزائري بهدف ثاني. سيناريو أكثر من رائع، يعني قبل مرور نصف ساعة الأولى المنتخب الجزائري هو الآن يتمكن من التقدم بهدفين نظيفين، يطبقون خطة خليل وزيتش الذي يظهر على الصورة في أحسن تطبيق، والجماهير الجزائرية تفرح لهذا الهدف وتتصالح ربما مع منتخبها. الجماهير الجزائرية في مدرجات 5 جويليا كما عهدناها الآن هي فرحة بهذا الهدف الثاني من نصيب فؤاد قادير الذي كثر عنه الحديث أن يشارك في التشكيلة الأساسية أم لا، ولكن الجهة اليسرى بقيادة كريم مطمور، يعني عرضية أكثر من رائعة وتمهل في إرسال الكرة، وقادير في المكان المناسب كاد أن يفعل قبل قليل لولا التسلل، وها هو الآن يصحح الخطأ ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 29. ومنتخب أفريقيا الوسطى بحثا عن ردة الفعل، ولكن لا حول ولا قوة.